هناك تقدم للشرعية إذن في اليمن. شوف، هذا يضع الدول التحالف في حرج، بمعنى أنه إذا ما قدم الدعم وقدمت التغطية القوية خلال أيام تم استعادة مفاصل هامة ومناطق مفصلية رابطة بين المدن. لذلك أنا أؤكد لك بشكل واضح وصريح أن إذا ما تم إيجاد تغطية قوية على في طريق صنعاء، أنه ليس خلال أيام، هناك جيش وطني ومقاومة وطنية ينتظروا لحظة الصفر، سيكونون في صنعاء خلال شهرين، وأقول شهرين فقط، ليس لأن المسافة بعيدة، شهرين فقط لأن هناك يعني مئة الآلاف الألغام في الطريق، وبالتالي سنحتاج وقت إلى إزالة واكتشافها في الألغام. أما الطريق إلى صنعاء إذا ما لو لم تجد ألغام، نعم، ستكون خلال أيام. الجيش الوطني والمقاومة الوطنية لديهم عقيدة عالية، وهذا المشروع انكشف بأفعاله تجاه الشعب اليمني، وانكشف بعلاقته العقائدية مع إيران. بالتالي الشعب اليمني يحتاج إلى ظهير يلتف حوله، يحتاج إلى دولة إقليمية وسلطة شرعية يلتف حولها وتمثله. واعتقد ان الجيش الوطني من خلال التواصل قادر على استعادة صنعاء، وقادر على رفع حصار تعز وتحقيق تطلعات الشعب اليمني والحفاظ على الامن القومي الاقليمي والعربي.